في عمليتين منفصلتين. القضية الأولى عالجتها مصالح المصلحة الولائية للشرطة القضائية الفرقة الجنائية، حيث تم من خلالها وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في ترويج المشروبات الكحولية على مستوى بلدية مزغلان قطاع اختصاص أمن ولاية مستغانم. هذه العصابة تقودها امرأة تبلغ من عمر 41 سنة. جاءت العملية إثر معلومات وردت إلى المصلحة تفيد أن سالفة الذكر تقوم بترويج هذه المشروبات الكحولية بطريقة غير شرعية وبدون رخصة قانونية بمقر سكنها ببلدية مزغلان. بعد تفتيش مسكن سالفة الذكر تم العثور على كمية تقدر ب 349 وحدة من الخمر من المشروبات الكحولية المختلفة الأنواع والأحجام ذات العلامات المحلية والأجنبية. في ذات السياق وفي عملية ثانية كذلك نوعية، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة سيدي الأخضر في ذات الليلة 17 أكتوبر الجاري من توقيف شخص كذلك يقوم بترويج المشروبات الكحولية.